محترف اللي هنبداها بالانتر. انتر ميلان بيشترط 70 مليون يورو لاوغلو. طبعا اوغلو اللعيب التركي لعيب انتر ميلان. في تقارير صحفيه ذكرت ان انتر ميلان بيرغب في الحصول على مبلغ 70 مليون يورو لبيع اللاعب. طبعا لاعب الوسط الدولي التركي اوغلو وسط انباء عن اهتمام المارد الالماني بايرن ميونخ مهتم جدا بضم هذا اللاعب. ويعني ساهم طبعا اوغلو في طبعا صاحب ال 27 سنه ساهم بقوه الحقيقه في تتويج فريق الانتر ميلان بلقب الدوري الموسم الماضي وفي الدوري الايطالي. عقده بيمتد لسه ل 2027، لكن صحيفه بيلد الالمانيه قالت ان باير ميونخ الحقيقه اجرى محادثات اوريدي مع اللاعب المولود في المانيا واللي سبق ليه اللعب الحقيقه في البوندس ليجا. انتوا عارفين انه لعب في هامبورج ولعب في باير ليفركوزن، فالامور بالنسبه له مش بعيده. ووسائل الاعلام التركيه كمان قالت ان اوغلو اكد يعني تلقي اهتمام من جانب باير ميونخ خلال مشاركته مع منتخب تركيا في كاس اوروبا اليورو 2024. خبر تاني من تشيلسي، تشيلسي بيهدد طبعا امال برشلونه بضم نجم اسبانيا. يعني دخل نادي تشيلسي في مفاوضات لضم نجم منتخب اسبانيا نيكو ويليامز، نجم طبعا اتلتيكو بيلباو ومنتخب اسبانيا، ووضعه كخيار اول لدعم الهجوم في الميركاتو الصيفي. ويليامز ايضا هدف رئيسي لبرشلونه لدعم مركز الجناح الايسر في الموسم الجديد. ويمكن واوضحت التقارير ان تشيلسي هيكون في وضع افضل من برشلونه طبعا في ضم ويليامز، لان البلوز في حاله اقتصاديه افضل كثيرا من البارسا. كمان ان قيمه الشرط الجزائي في عقد ويليامز بيصل الى 58 مليون يورو. واكدت التقارير الاسبانيه ان تشيلسي اجرى بالفعل اتصالات مع ويليامز لإقناعه باللعب في الدوري الإنجليزي في الموسم القادم. خوسيليو طبعا نجم ريال مدريد، يعني الناس بتقول او تقارير بتقول ان هو انقلب على ريال مدريد، يعني مهاجم ريال مدريد حضراتكم عارفين مهاجم مميز جدا خلال الساعات الأخيرة، عنده بعض العروض الكثيرة يعني عنده عرض كبير جدا جدا. كان عنده هو طبعا معار من نادي إسبانيول، وكان ينتظر ريال صعود الفريق الكتالوني للليجا من اجل يعني تفعيل بند الشراء في عقده اللي بيبلغ 1.5 مليون يورو. لكن وفقا لاذاعه كوبي وصحيفه ماركا الاسبانيه ان اللاعب قرر عدم الاستمرار مع المرينجي. اشارت ان خوسيليو طبعا عايز يخوض تجربه جديده بسبب طبعا صعوبه المنافسه في ريال مدريد مع وصول كليان امبابي كمان، فهيكون فرص اشتراكه في المباريات هتقل كثيرا. وفي نفس في سباق كبير جدا كتب طبعا فابريزيو رومانو خبير طبعا الميركاتو على حسابه بشبكه اكس، قال سيرحل خوسيليو عن ريال مدريد ومقرر ان ينضم الى الغراف القطري. القرار اتخذ بالفعل، وسيكون خوسيليو ثاني لاعب في ريال مدريد يفضل الانتقال الى المنطقه العربيه هذا الصيف على الاستمرار، او يعني بيفضل يروح دوري في الخليج عن الاستمرار مع ريال مدريد، بعد طبعا حضراتكم عارفين الناتشو كمان اللي وقع لنادي القادسية السعودي. طيب دي كانت أخبارنا، لكن كمان نشوف سريعا الصحف العالمية قالت إيه في المحترف.